أكد جمال سليمان عضو لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية لإخبار الآن أن اللقاء مع وزير الخارجية المصري أتى في توقيت هام جدا في ظل التصعيد العسكري الأخير في حلب، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أطلع الوفد على ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأزمة السورية، مطالبا بإيجاد حل دائم للأزمة السورية. الشيء الرئيسي، الموضوع الرئيسي في اجتماعنا مع معالي وزير خارجية مصر، الوضع القائم الآن، الوضع القائم في سوريا، يعني من ناحية تعطل الحل السياسي وانعدام المناخ السياسي، مناخ الحوار لصالح تصاعد أعمال العنف بعد انهيار التفاهمات الأمريكية الروسية. فهذا كان الموضوع الرئيسي، يعني ما هي السبل والطرق الكفيلة الحقيقة في وقف العنف وإعادة المفاوضات إلى مجراها من أجل إيجاد حل سياسي. لابد أولا من وقف الأعمال العدائية الحقيقة وإيجاد تفاهمات حقيقية، ويقوم يعني الرعاة الأمريكان والروس بالضغط على الأطراف كافة لكي تحترم المهمة الإنسانية لحاملي المساعدات، وتحترم إيصال هذه المساعدات إلى من يستحقها حقيقة كاملة وغير منقوصة وبأمان. فهذا يعني لا يمكن إيصال مساعدات إلى مناطق تدور فيها حرب بهذه الشراسة وهذه القوة، وهذه الحرب لا يمكن الحقيقة إيقافها إلا إذا تم التوافق الإقليمي والتوافق الدولي، وخاصة بين روسيا وأمريكا، على وقف الأعمال العدائية وفتح الطرق أمام إيصال المساعدات. ولكن كل هذا يجب أن يكون في إطار السعي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وإيجاد حل سياسي، وإلا كل هذه الإجراءات سوف تكون مؤقتة، لأن مهما كانت كمية المساعدات التي أوصلتها إلى المناطق المحتاجة إلا أنها في النهاية يعني هي كميات محدودة، سوف تنفس بعد أسبوع أو شهر أو شهرين، ثم نعود مرة أخرى للبحث عن المساعدات. فنحن لا نريد أن كشعب أن نعيش على المساعدات، نحن نريد كشعب أن نعود إلى حياتنا الطبيعية، نعمل وننتج ونأكل مما ننتج في وطن طبيعي يسود نظام ديمقراطي عادل.